الرجاء الرياضي العالمي بصفقة من ذهب بصفقة من نار يدخل الموسم القادم على الأرجح بتشكيلة أقل ما يمكن أن يقال على أنها قوية وقوية جدا، تجمع بين أفضل لاعبي البطولة المغربية وكذلك تتخللها النجوم من ذهب قادمة خاصة من الجزائر، وكذلك يترأس تشكيلة واحد من أفضل وأشهر المدربين على الساحة الإفريقية والعربية، خبير الكرة التونسية والإفريقية الشيخ المدربين كريستوف كولوم الكرة الإفريقية التونسي فوزي البنزاتي. نتلاقاو بعد جينجل. إلي بدينا بالحديث على مستوى حراسة المرمى فقد أعتقد على أن الرجاء الرياضي لديه خيارين من الطراز الرافع، حارسين بإمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، كل من جزائري جاي وكذلك أنس سنيتي، لكن أنا شخصيا غادي نوضع في حراسة المرمى نادي الرجاء الرياضي أنس سنيتي نظرا للتجربة الإفريقية الكبيرة ديالو، وكذلك لأن الرجاء الرياضي كل ما احتجت أنس سنيتي في المواقف الصعبة، كل ما احتجت أنس سنيتي في المباريات الكبيرة إلا وكبر إلا وتألق وإلا كان يعني أحسن منقذ وأحسن سند لنادي الرجاء الرياضي. إذا تكلمنا على مستوى خط دفاع نادي الرجاء الرياضي فكنعتقد على أن دفاع نادي الرجاء الرياضي الموسم القادم سيكون واحد من أفضل الدفاعات ليس فقط في البطولة المغربية إنما كذلك على مستوى دوري أبطال إفريقيا. فعلى مستوى قلوب الدفاع غادي نوضع اللاعب حركاس اللي اختير كان افضل لاعب في نادي الرجاء الرياضي الموسم الماضي، قدم اداء عالي اداء جيد ساهم بضربات راسيه في تسجيل مجموعه من الاهداف، كذلك بجانب ديالو غادي نوضع الوافد الجديد من البطوله البركانيه اسماعيل بن مقدم، لاعب اللي كذلك لديه واحد التجربه افريقيه كبيره راك مع النهضه البركانيه واللي ممكن كذلك تساعد نادي الرجاء الرياضي في عصبه الابطال الافريقيه. على مستوى الظهير الايمن هناك خيارات عديده، نهيري كذلك لعب والكسوت وكذلك لعب مدكول، انا شخصيا النهيري ومدكول ما قنعونيش في الموسم منصرف، يعني موسم ممكن نقول على انه كارثي لهذا اللاعبين، انما شخصيا غادي نوضع اللاعب والكسوت القادم من شباب المحمديه، لاعب كيتميز باختراقات ديالو، لاعب كيتميز بالسرعه ديالو، لاعب اللي كيتميز بعرضيات ساحره وكذلك من افضل المراوغين على مستوى البطوله. الظهير الايسر هنالك كذلك مثله مثل الظهير الايمن خيارات عديده عند المدرب فوزي البنزاتي، النهيري ممكن كذلك يلعب في هذا المركز، سكحال سبول، ولكن انا شخصيا فوزي البنزاتي كنتوقع على انه غادي يوضع اللاعب والوافد الجديد من طاس من الاتحاد البيضاوي من تايك، لاعب خطير وخطير جدا وانا شخصيا كنراهن عليه باش يقدم مستويات كبيره وكبيره جدا مع نادي الرجاء الرياضي الموسم القادم. على مستوى خط الوسط غادي نوضع اللاعب اللي جدد مؤخرا العقد ديالو مع نادي الرجاء الرياضي الكعازي، لاعب كيتميز بالهدوء ديالو بالثبات بالتمرير الدقيقه ديالو، بجانبه غادي نوضع الوافد الجديد كذلك القادم من الخليج واللي سبق له انه لعب في البطوله برو مع نادي اولمبيك اسفو قدم مستويات كبيره وكبيره جدا، لاعب وليد الصبار واللي كطلعنا عليه كثير جماهير نادي الرجاء الرياضي وامامهم في مركز البلاي ميكر في مركز صانع الالعاب، غادي نوضع الجزائري المتالق صاحب التجربه الكبيره والكبيره جدا مع نادي الترجي الرياضي التونسي، واللي لقد الترجي الرياضي التونسي شخصيا انا كنت كنتابعه في موقف صعيبه وصعيبه بزاف في عصبه دوري ابطال افريقيا، اللاعب الجزائري رؤوف بن غيث اللي كنعتبره انا واحد من افضل الصفقات اللي تمت في هذا الصيف هذا بالنسبه لنادي الرجاء الرياضي. على مستوى الجناح الايمن غادي نوضع اللاعب يسري بوزوق، جناح ايمن خطير وخطير جدا، جناح ايمن بامكانيات ومواصفات عالميه، جناح ايمن تصوروا معي ان هذا اللاعب القادم من نادي بولا الجزائري في 29 مقابله استطاع انه يسجل 14 هدف ويعطي 7 ديزاسيس، اكيد ان اللاعب يوسف بوسوق غادي يكون اضافه كبيره وكبيره لنادي الرجاء الرياضي. على مستوى الجناح الايسر غادي نوضع اللاعب القادم الجديد المخضرم زكريا حذاف، لاعب اللي كيتميز كذلك بتجربته الافريقيه الكبيره لا مع النهضه البركاني ولا مع نادي الرجاء الرياضي، لاعب كيتميز بالاختراقات ديالو بالمراوغات ديالو كيقدر انه تحصل على مجموعه من الركلات الحره اللي يمكن انها تشكل خطوره بالغه وبالغه جدا على دفاعات الخصوم. واخيرا في مركز لاتاكون دو بوانت في مركز راس الحربه واحد من افضل القناصين في البطوله برو في الموسم الماضي، اللاعب القادم من نادي اولمبيك اسفي اللاعب خاضع. نعاود نصد عليكم تشكيله الاحلام، تشكيله الناريه نادي الرجاء الرياضي الموسم القادم في حراسه المرمى انس سنيتي، قلوب الدفاع كوم الحركاس وكذلك بجانبه مقدم، جناح ايمن بوكسوت، جناح ايسر بن تايك، على مستوى خط الدفاع وليد صبار المكعازي وامامهم في مركز بلاي ميكر اللاعب الجزائري بن غيث، جناح ايمن يوسف بوزوق، جناح ايسر زكريا حذاف وفي راس الحربه اللاعب خاضع. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، اشتركوا في القناة، خلونا في التعليقات التشكيلة المتوقعة ديالكم لنادي الرجاء الرياضي الموسم القادم، وفي الأخير تحياتي لكم وإلى الفيديو المقبل.